لن تصدق ماذا فعل هذا الشاب مع هذه الفتاة وهي تقوم بالصلاة، وماذا كان عقاب الله له؟ ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق؟ أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك شابا يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بأحد الأشخاص الذي كان يعرفهم، وظل يعمل هناك حتى تعرف على إحدى الفتيات الذي أعجب بها وحاول الوصول إليها كثيرا، إلى أن وصل إليها وجلس معها وتحدث معها على كل شيء يخص حياتهما، وبالفعل تزوج، ولكنه بعد الزواج بدأ يتعاطى بعض الأشياء الخاصة بالزواج وبالعلاقة الزوجية من داخل الصيدلية الذي كان يعمل بها، ولكن ظل هذا الأمر إلى أنه وصل إلى مرحلة الإدمان من كثرة هذه الأدوية الذي كان يأخذها. ليس هذا فقط، بل كان يجعل زوجته تأخذ معه إلى أن حصل حمل دون أن تعرف، ولكن من كثرة الأدوية الذين يتعاطوها بدون أن يعلموا شيء عن هذا الحمل تأثر الجنين في بطن أمه، ثم بعدها علموا بأن هناك حمل وأن هناك أيضا مشكلة في هذا الحمل، وذلك بعدما ذهبت إلى الطبيب المعالج الذي قال لها بأنها تحتاج إلى عملية جراحية لإنقاذ الجنين، ولكن كانت تكاليف هذه العملية كبيرة جدا. وليس هذا فقط، وإنما اكتشف طبيب الصيدلية الذي يعمل بها الزوج بأنه يقوم بسرقة الأدوية من الصيدلية، فقام الطبيب بطرد الزوج، فحاول الزوج أن يعود مرة أخرى ولكن دون جدوى، فحاول أن يطلب منه مبلغ عملية زوجته ولكنه رفض. فعندما وجد الشاب أن جميع الأبواب مغلقة في وجهه، قرر بأن يسرق الصيدلية الذي كان يعمل بها، فذهب إلى منزل الطبيب فجرا حتى يقوم بسرقة مفتاح الصيدلية، ولكنه وجد زوجة الطبيب تقوم بصلاة الفجر، فجاء من خلفها حتى يقوم بالسرقة، ولكنها شعرت بها بعد الانتهاء من صلاتها، ولكنه أمسك بها ورفع عليها السلاح، ثم جاء لزوجة الطبيب مكالمة هاتفية تفيد بأنها لابد أن تذهب إلى المستشفى لإنقاذ حياة مريض، حيث أنها كانت تعمل طبيبة، فقالت له: أتوسل إليك بأن تتركني حتى أذهب إلى عملي وأنقذ حياة إنسان، ولكنه رفض حتى يعود زوجها من الخارج ويعطيه مفتاح الصيدلية. ولكن أثناء ذلك وبعد فترة طويلة جاءه اتصال هاتفي يقول له أن زوجتك قد فارقت الحياة هي وجنينها، وقالوا له بأن الطبيب المعالج قام بالاتصال به ولكنه لم يحضر، فنظر إلى الطبيبة الذي يقوم برفع السلاح عليها وقال لها: من الذي تريدين أن تذهبي إليه حتى تقومي بإنقاذه؟ فكانت المفاجأة الصادمة وهي أنها زوجته، حيث أن هذه الطبيبة هي التي كانت تقوم بمتابعة حياته. فعندما قالت له على اسم المريضة وعلم أنها كانت زوجته قبل أن تفارق الحياة، قام برمي السلاح من يده ووقع على ركبتيه وهو ينهار من البكاء، ثم نظر إلى الطبيبة وقال لها: أن المريض الذي قمت بمنعك بأن تذهبي وتنقذي حياتها هي زوجتي الذي أتيت إلى هنا حتى أقوم بالسرقة من أجلها. فأمسكت الطبيبة به وقالت له: لم أفعل معك شيء، لأنه يكفي عقاب الله سبحانه وتعالى هذا، لأنك منعتني عن تأدية واجبي الطبي، فلذلك عاقبك الله تعالى بأن المريضة هي زوجتك، فماذا لو تركتني حتى أذهب؟ فكنت أنقذت زوجتك، وذلك بعد إرادة الله تعالى بالتأكيد. وقالت له: اذهب حتى تقدم توبة إلى الله ثم تبدأ حياتك من جديد. فقال لها: أين هي حياتي؟ فقد انتهت حياتي بعدما أخذت مني الدنيا أعز أحبابي زوجتي وابني. وخرج من منزل الطبيبة وهو يبكي ويتحسر على أسرته الذي أفقدها بنفسه، وظل يعاني في الدنيا بمفرده وهو فاقد للأمل وللحياة. فالذي لا ترضاه على نفسك لا ترضاه على الآخرين، حتى لا تقع في نفس المصيبة التي قد توقع بها الآخرين لا قدر الله تعالى. شاهد هذه المرأة وهي تصلي هجم عليها ثعبان، فلن تصدق ماذا حدث. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي، وضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو جديد من قناتنا هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق.
كانت هناك امرأة تخاف الله كثيرا، وكانت دائما تحب فعل الخير مع الجميع، حيث كانت تقوم بالصلاة كل فرض بفرضه، ولا تترك صلاة على الإطلاق مهما كانت مشغولة في أعمالها، وكانت دائمة الصوم باستمرار، وكانت تخرج الزكاة الخاصة بها وتقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين. ولكن دائما ما يغضب الشيطان من مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقتربون من الله تعالى، ولكن الأشخاص البعيدون عن الله لا يفكر الشيطان بهم، نظرا لأنهم لا يحتاجون منه إلى مجهود حتى يبعدهم عن الله، لأنهم بعيدين من أنفسهم، ولكنه يغضب من المقربين لأنهم يحتاجون إلى مجهود مضاعف منه حتى يقدر أن يسقطهم. ومن هؤلاء الأشخاص هذه المرأة الملتزمة في كل شيء، فبدأ يفكر الشيطان ماذا يفعل معها حتى يقوم بإسقاطها وإبعادها عن الله تعالى. وفي إحدى الأيام كانت المرأة ذاهبة في طريقها إلى فعل بعض أعمال الخير، وإذا بعض من الأطفال يمسكون قطة ويحاولون تعذيبها، فعندما شاهدت المرأة هذا الأمر لم تستطع أن يمر الموقف مرور الكرام، حيث قالت: هل نفعل الخير مع الإنسان فقط والحيوان نتركه؟ فقامت بانتهار هؤلاء الأطفال حتى يتوقفوا عن ممارسة تعذيب هذه القطة، ثم حملتها وأخذتها معها إلى منزلها حتى تعتني بها. وبالفعل صارت القطة صاحبة إلى هذه المرأة. وفي إحدى الأيام كانت المرأة تقوم بالصلاة، وحاول الشيطان إفساد صلاتها، فأرسل إليها ثعبان كبير حتى يحاول أن يهجم عليها وهي تقوم بالصلاة. ولكن إذا حاول الشيطان إفساد علاقة الإنسان بربه، فمن المؤكد أن الله سبحانه وتعالى لن يتركه أبدا. وبالفعل لم تتحرك المرأة في صلاتها، وقالت: فليفعل الله ما يريده. ولكن قبل أن يهجم عليها هذا الثعبان، قامت القطة الذي أخذتها هذه المرأة من الشارع بالهجوم على هذا الثعبان، ثم أخذته بعيدا عن المرأة حتى انتهت من صلاتها. وبعد الصلاة كانت المفاجأة، وهي أن القطة قد قتلت الثعبان بأظافرها، فإن الله تعالى لم يترك فعل أي خير يفعله الإنسان دون أن يكرمه عليه. فهذه القطة التي انتشلتها المرأة من أيدي الأطفال بالشارع وهم يحاولون تعذيبها، قد سخرها الله عز وجل لإنقاذ حياتها فيما بعد. فإن الله لا يفعل شيء بالصدفة، ولكن كل شيء يفعله هو بترتيب وتدبير منه، وذلك بعلمه الأسبق لكل شيء. ولكن ليس علينا سوى أن نتكل عليه في كل شيء، ونسلم له أمورنا، ونفعل ما يرضيه من صوم وصلاة وزكاة، وبعد ذلك نترك له كل شيء، وهو من يقوم بتدبيرها مثل ما كانت تفعل هذه المرأة في حياتها.